عسلامة عسلامة مرة لباس لباس يا عايش. ايه عرفنا عليك. والله عازف املاوي ونسكن في سيدة حسين. مرحبا بيك. عايشك. شنو تعمل في حياتك؟ والله كنت نقرا، خرجت نيفو ستيمانية ما لقيتش روحي في القراية، كومي مطبعت صنعة حاجة موهوب بها ومغروم بها، عملت سي بي وخذيتها، ومن بعد كملت بي تي بي زادة وخذيتها، وتو ديجا نخدم في اوتيل، معناها قدمت سي في نتاعي نخدم الحمد لله. انت خرجت من ستيمانية؟ ستيمانية ستيم. مازال بكري. صحيح مازال بكري، اما كومي حاجة ما لقيتش راحتي فيها، معناها فهمت مانيش نقولوا احنا صنعة نمشي اكثر. كملت هالستيم ولا لا؟ قريتها اما ما خديتهاش، اما كومي معناها ملي تخلص اول عام تدخل فيه الكوليج، يعني كنت تقرا في المدرسه تدخل اول عام الكوليج، تجربه جديده برشا حاجات ما احلاها ما عرفتهم مانيش باش ننساهم. صحيح ما عشتش، اما كومام تو هاني قاعد نرجع بشوي بشوي، كنت حتى اسمي ما نعرفش نكتبه، اما تو كومام لونغ فرونسي كل شيء. يعني في المدرسه من الاولى ابتدائي حطيتكش ستيام، كنت اسمك ما تعرفوش تكتب؟ والله لا نعرف نكتب والله بالفرنسي نحكي لك، اما تو شنو السبب؟ الله غالب حاجة أقوى مني، خاطر كوميم هي منطقة ما كنتش متبع؟ مش ما كنتش متبع، كوميم هي منطقة شعبية سيد حسين، هي معروفة نقول وإحنا بك الفازيات الكل، كنت نتبع في أصحابي، أما الحمد لله ما فسدتش. كي على الخلطة هنا. صحيح الخلطة كوميم هزتني شوي، بعدت على القراية أما ما فسدتش الحمد لله. اللي كنت تقرأ عيلت فما لهوة بيك وبقرايتك وإلا؟ الحمد لله عندي يوم يا ربي فضل هذه اللي تاج راسي هذيك، وعندي خوي الكبير كلهم محليهم ديجا دارنا، حتى خايبين ما نجمش نقول محليهم ربي فضلهم لي. ربي فضلهم لك، أما أنا نقصد في اللهوة متاع القراية، اسكو يتبعوك في قرايتك، يتبعوا معدلاتك؟ يتبعوني أما أنا نكذب عليهم ياسر، إن شاء الله ربي سامح. أما حطيت في قلبي وتو قاعد معناها نعوض لهم برشا برشا، خاصة أم. قلقكش وقت لي انت من سامحني من الاولى ابتدائي، بخلينا نقولوا احنا الفرنسي نبداو نقراو فيه من ثروازيام اني في الابتدائي، حطيكش ما لا نهايه، يعني كيفاش من وقتها حطيكش للسابعه اساسي وانت ما تعرفش تكتب اسمك؟ والله حاجه عاديه بالنسبه لي انا، انت تحسها صعيبه انا حاجه عاديه، اما كوم يمتو تعطيني نكتب لك اسمي ونسكنو كيفاش ونحكو فرنسي، نجم نكون اقوى منك حتى في اللونج، معناها عادي. بطلت من السبعة أساسي، موقف داركم كيفاش كان؟ موقف دارنا، موقفي أنا قبل دارنا، خاطر أنا اللي جتني شوكة كايا، كومية من شوفي عبيدة تبدلت، عبيد محليها، خاطر مشيت لبرشا بلايص أنا بكومية، معناها الفورماسيون هذيا عرفتني على برشا عبيد، فهمني؟ نشوفي عبيد محليها على الآخر، هي عزيزة. جات الفكرة. صحيح، الفكرة. تمشي تقرا فورماسيون. والله أقسم بالله. ما بطلت. صحيح، إغرام. مشيت قلت شنو باش نعمل انا، لازمني نعمل حاجه ولازمني نخرج من روحي انا حاجه، مشيت وعملت حاجه وخرجت من روحي والحمد لله. شنو قريت؟ قريت ثاني قلت لك سي ابي. اي شنو هي الاختصاص نقصد؟ باتسخي كويزين. وعندي زاد البيتزا تروا شوا، نخدم هكا وهكا وهكا. وفي نفس الوقت معناها مغروم، راهو عندي شين يوتيوب وعندي تيك توك، معناها عندي مع الفازات هذوك. صحيح مش غرامي اما موهبه. طبخ هو فن. طبخ هو فن. ما برشا اولاد وخلينا نقولوا رجال يقول لك الكوجينه للمراه. لا غطا، خاطر بالرسمي الراجل باهي صحيح هي الكوجينه للمراه، اما كوميم هو الراجل نقولوا احنا ربي خلق له معناها حاجه الكوجيني كي هو يسيب معناها حاجه تحس فما حاجه بالرسمي تحس معناها يفوت المراه بياسر، خاطر الراجل تمشي معاه الحاجه هذيك اكثر، فهمت؟ خاطر المراه شنية تمشي مع البات. المرأة معناها فين نقولوا احنا معناها كي امرأة، فهمت؟ أما الراجل مع البال. سي طيبوا بالباهي كما فما رجال زاد طيبوا بالباهي. أما كومي زاد الراجل المكثرية خاطر فيها جاسترونومية هي تليق للرجال أكثر، فهمت؟ شكون نصحك بها؟ والله نصحت بها روحي. أنت وحدك هكاك قلت علاش ما نعملش كويزين؟ وحدي أنا نحب نصنع من روحي حاجة وصنعت ومازلت نصنع زاد، وإن شاء الله في الخير ربي يسهل فيه. في كلامك في عينيك برشا طموح. عايشك صحيح، ونحب نوصل حاجه بعيده كومي، ما نخممش اني باش ناخذ طياره، لا لازمني ناخذ الموتور ومن بعد نخمم في الكهرباء باش تجي طياره، خاطر ساعات واحد يقول لك انا نحلم طياره، انت تحلم طياره ومازلت ما عملتش صغير باش اعمل كبير، بالدرجه بالدرجه، خاطر واحد يفحج كومي لازم بالدرجه بالدرجه، فهمت؟ توا تخدم ولا؟ والله تو نخدم ومازلت نقرا في نفس الوقت.
معناه نخدم ونخلص في القراية متاعي حاجة بحاجة. في الأوتيل. أي في أوتيل سيدي بوسعيد. ها؟ أنت شايف ولا ما زلت؟ أتم أقول لك هي خاطر محسوب كيف خاطر جراديات هاي، خاطر زاد الكوجينة صحية هاي، خاطر مش سهلة كلمة شيف، خاطر شيفها وشنوة فيها نقول وإحنا فيها إكزيكيتيف شيف فيها. تعطينا الجرادات. جرادات به هي أول. أول جراد حطكش الآخر. به ميسيرش علاش لا؟ من الأول كي تدخل تدخل أبرونتي معناها أبرونتيساج تتعلم عامين من الدولة معناها إيتاتيك. به من بعد بعد ما تعمل معناها لابرونتيساج نتاعك تولي ستاجير، نقولوا واحنا تجي تعدي شهر ستاج وتمشي، من بعد ستاجير تولي كومي، ومن بعد الكومي تولي كويزيني، ومن بعد كويزيني تولي دوزيام شيف بارتي، ومن بعد شيف بارتي، ومن بعد سو شيف، ومن بعد شيف دي كويزين، ومن بعد شيف اكزيكيتيف، ومن بعد لا اله الا الله شنو هو؟ شيف كبير. شيف كبير صحيت. ان شاء الله نشوفوك شيف كبير. ان شاء الله علاش ليه ومرحبا بيك زادا في هاي الكبير. يطيب والا يولي يحكم كهو به هو كوميم شنو علاش يسموه شيف دي كويزين؟ خاطر هو المراحل معناها اللي تيتهم لك انا ستاجير ابرونتي هو عديها يتعلم ويخدم برشا مراحل صحيت. دونك هو يولي ديريكتور، ديريكتور شيف فهمت معناها قيد الوراق يعطيك يراقب صحيت بعيني هذيك ليه البس تيني البس توك خاطر كوجينه ماك تعرف معناها واحد يوكل قواعد فما اكثر محسوب كانك تخدم في سبيطار. اعطينا شويه من القواعد المهمه. نمشوا احنا غاديكا في الكوجينه اكثر حاجه يركزوا لك عليها اللي هي نقولوا احنا الليجيان ليجينيست نظافه، نظافتك قبل خدمتك ومن بعد يجي من سم بلاصك وتجي الخدمه نظافه خاطرك انت طيب للعباد فهمت معناها ما تنجمش نقولوا احنا انت الطبيب نتاعو الكليون هو سي لوروا انت لازمك معناها تعطيه حاجه نظيفه باش كليون ياك حتى قدام ربي معناها تنجم تغش وراك انت لداخل معناها نجم ونطيب ونرمي اللي نحب اما لا بينك وبين ربي صنعه محلاها فيها برشا غرام فيها برشا فلوس ونزيد نقولها لك في خير ربي يسهل فيه هكا. لي غوستورون البرا في النظافه تقييمك ليهم في الاوروبا؟ يعني نقصد ما همش في الاوتيل يعني البرا. باهي والله اسمعني ديما الاوتيل راهو يتميز خاطر الاوتيل شناي انت تخدم وديما فما ليجينيست ديما تدور مراقب سلوفان نظافه ما غير ما نحكي لك فهمت صحيح فما لي رستو معناها نظاف اما كومي يبقى لوتيل اكثر اما انا ما نلومهمش خاطر هذوما معناها هو شعبي فهمني شنو نقصد شعبي اوكي اما على حاجه كيما هكا لازم معناها نقولوا احنا باش يخمم معناها في صحه المواطن لازم يكون شعبي ونظيف ينجم يكون شعبي ونظيف ممكن ندخلوا لي رستو ما نلقاوش شكون يلبس غون به انا نحكي لك هكا لي جينيست راهو البيريت اللي باش يخدم نظافه راهو الموهوب اللي يحب يقتنها الصنعه فهمت خاطر حاجه يحبها ويحب يخرج حاجه واو معناها على الاخر فهمت او سي با معناها شنو الميساج تحب تعديه للشباب والله للشباب اول حاجه نحب نقولها لهم على الحرق والله انا بدي راني نحب نحرق اما يا شباب الكل يسمعوني نعرف اللي بلاد معناها متازمه وفيها برشا حاجات اما يبدا قاعد معناها تحت الحيط يقول لك نحب نحرق هي تحرق وما عندكش صنعه علاش انت ما خدمتش في بلادك باش تخدم في بلاد الناس هي لورو براي مهزوزه بين احنا نمشوا باش نخدموهم معناها دون كان احنا معناها صنعتنا وكل شيء وتونس معناها توفر لنا الحاجات هذيا احنا نقدوا بلادنا قبل ما نمشوا بلاد الناس معناها دونك حتى كي باش تحرق دبلوم سي في باهي ومرحبا بكم مرحبا بي انا زاد انا اول واحد زاد نحب نمشي اما كوميا نحب نعمل حاجة. بالنسبه للي بطلوا القرايه للي بطلوا قراية طبعوا صنعة وما تخممش حرقة خاطر كومية من الدبلوم متاعي هو نقول وإحنا أومولوجي معناه يسمح لي معناه باش نخرج اخدم على روحك اعمل دبلوم شوية صبر راو الصبر هو مفتاح الفرج فهمت والحمد لله هكا وميرسي بوك شكرا عايشك مرحبا